الريادة المصرية اللي تحدث عنها السادة الضيوف اللي تابعناهم في التقرير ومن خلال هذا المؤتمر، ومش بس المؤتمر ده، على مدار الفترة اللي فاتت الدولة المصرية القاهرة بتستضيف عدد كبير من الأحداث والفعاليات الدولية والمؤتمرات العالمية، وإحنا على موعد مع مؤتمر شرم الشيخ إن شاء الله، قمة عالمية هيكون فيها الملوك والرؤساء والزعماء. وحتى لما تتكلم وتبص على المشهد حواليك في المنطقة، منطقة الشرق الأوسط أو المشهد العالمي، السياسة المصرية الخارجية وقوة مصر وريادتها وإنها أصبحت رقم مهم في المعادلة، رقم أو يعني بقى ليها دور وفاعل في كل الأزمات، تلاقيها موجودة وحاضرة في كل الملفات، بتلاقي الدولة المصرية بسياستها اللي ولا شرقا ولا غربا، لكن قادرة أن يكون ليها علاقة متزنة مع جميع الأطراف، قادرة في كل الأزمات والمشاكل يكون ليها دور ووجهة نظر سياسية بيتم الاعتداد بيها الحقيقة والأخذ بيها. وممكن شفنا في كل الأزمات اللي بيتكلم عنها المجتمع الدولي اللي بيشيد بالدولة المصرية كركيزة للأمن والاستقرار ورقم مهم في المعادلة. ليه بقول المقدمة دي لحضراتكم؟ لأن على قد قوتك وقدرتك ووجودك في محيطك وفي العالم، لازم تكون ليك منبرك الإعلامية ويكون ليك صوتك المسموع اللي بيتم التعبير عنه من خلال يعني كوادر إعلامية متميزة. وفي الريادة إحنا الأصل، الريادة الإعلامية كانت هنا من الدولة المصرية، فبالتالي حلم اتحول لحقيقة لما نسمع ونشوف ونتابع النهاردة خطوة جديدة وعالمية، لما الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن النهاردة عن إطلاق قناة القاهرة، أكبر القنوات الإخبارية في المنطقة، وتضاف طبعا لسلسلة قنوات المتحدة خلال أيام إن شاء الله، المقرر بدء البث بإذن الله في أول نوفمبر اللي جاي تحت شعار القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر. وفقا للمعلومات وللبرومو اللي هنذيعه على حضراتكم دلوقتي، مجموعة كبيرة من الإعلاميين والمتخصصين، ونسمع هنا القاهرة في قلب العواصم العالمية، فطبعا شيء يدعو للفخر والاعتزاز ويكون عندك قناة يعني عالمية ناطقة بالعربية وبالإنجليزية، فهنا القاهرة عاصمة الحدث.